وهنا في قوله سبحانه وتعالى ذلكم خير لكم، مفهومه أن عدم الجهاد شر لكم، عدم الجهاد شر لكم. والأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، وأنه وسيلة لا غاية، وقد يكون فرض عين إذا دخل الكفار أرض المسلمين، فيكون فرض عين على أهل هذه البلاد أن يدفعوا هؤلاء الكفار، فإن عجزوا وجب على البلاد المجاورة، وهكذا حتى يجب على جميع المسلمين.